1950 من اكادير، وسمعت في التليفون ديالك وبغيت نصحك بواحد النصائح. انا ديك السيده ام فاطمه والله العظيم ما حد بلونا، انا واحد اخت انا ولد بلاد، وخا راني تجليت في اكادير مشيت انا معلم، مشيت اكادير في التعليم وراني ولد البلاد، راني تانا اخرين بي دارنا نيت راه تما في الكفوف حدا بني خيران. هذيك ام فاطمه الصرايه راه كانت مزوجة بواحد الراجل كان سارح عند السي منصور الله يرحمه، وهذاك السي منصور هو اللي مشى خطبها للسارح ديالو حيت مدبرو عيدو عندو ملي هو صغير، خطبها وجابها تزوجت بيه. أنا ملي تزوجت بيه ولدت معاه واحد الولد اسمه أحمد مع السارح، وواحد النهار تاني عاود ربي عطاه واحد الوليد أخر مات له في الدار صغاور، ولد هذاك الشاد ديال 4 سنين وتعرف في العروبية، مشى للدار مسكين ومع الطاح ولا جداك شوية ضربو شي حنيش ولا الله أعلم ومات. وصافي بقى عند هذاك أحمد اللي والده مع ذاك السارح. واحد اللحظة كان السي منصور كيبني شي حاجة في الرباط بعودة في العروبية ديال الرباط، كان يبني شي حاجة تما، صيفط مرتو يقولوا لها العبدية، صيفط مرتو وصيفطو هو راجل فاطمة، وراجل فاطمة كانت عندو مرة أخرى غير فاطمة، فاطمة راه هي الأولى، وعاود تزوج مرة أخرى. يوم مشاو زعما تيقابلو البناية تما وي معرفش شنو تطورو وصافي، تعاطلو هاديك مع الشهر وشهر مر تمايا يتراسلو، ما كان لا تليفون لا والو، يتراسلو مرسول غادي جاي. ايوا بنيتي الله اكبر، درية صغيرة وزينة زايدة غفر مع 60 مولا الكريم، زايدة غفر مع 60 هاديك السيدة صافي هاديك ملي جا لقاوها حاملة جدات العبدية قالت لها الغدار غدرتيني، قالت لها داك السي منصور انت اش درتي؟ هذا اللي عطى الله هو عطى الله، وهذا السري ما صبر الله، وقعت بوم في الدوار، واحد السارح تا هو كان عندهم يهضر وكل شيء يهضر، وقال لك من ودن لودن هي هذيك سرات، أو بركوا عليها بالعصا كيضربوها، والسارح هو مكبرو السي منصور، السي منصور تاجر ما يقد يدوي مع حد، ما يقد يقيد به حد، ما يقد يدعي حد، كيضربوها ودوك التوام ما طاحوش. ناس مرة تزاد سبعية تعاد سبعية عندك قبلت المعاناة عقيقة في صوفيا باش يطيح، والنهار اللي جانو جعرة كانوا غادي غادي يولدوها في واحد تحت واحد الشجرة تما على الخرجة ديال الكفواف نيت على الخرجة في ديك الطريق، وقف واحد السيد عندها قال لهم راه درك تموت ليكم هنايا غبروا روسكم سيروا ديوها للسبيطار، علي باش دخل لذاك السبيطار اللي غالي راه رئيس السي منصور، وهاديك القابلات هما ثلاثة كاينين خدامين في هذاك السبيطار، شافها هي ديك حبيب، يو السي منصور عطاها الفلوس، حليمة ربي عطاها الفلوس، قال فكي، يو بلا خاضتهم فاطمة هي اسمها فاطمة، كانوا عيطوا لها مرت الرئيس، وي، يو داتهم راه رباتهم راه دارت فيهم خير. ولكن في واحد اللحظة كنا كنشوفو كاع الدوار كيشوف كي خرجتهم حنت ماشي من كبدتها، كون كانوا من كبدتها تقول لهم تويميات يعينوهم ليا، إوا عطاتهم لا ريبيرتي وخرجتهم من داك الميدان، وهي راه كبرتهم ولكن راه ثم أمك ثم أمك ثم أمك، ما فاطمة راه كانت تقلب عليهم وهي كانت جدتهم غتهرب بهم من السبيطار، وعاود ولدوها تما وداوها لسبيطار أخر. هذا نقول لك وفي البنية راه كاينة مرت الرئيس اللي شدت البنيات، وكاينة فاطمة هذيك حليمة، وكاينة السعدية دابا بنت السعدية مشيو يسولوها راه باقا كاينة، بنت السعدية راه كاينة راه ساكنة تمنيت خريبك، مشيو قولوا لها عاودي لينا على أمك وعلى راه كانوا كلشي تما السعدية يعني
جيت وبنتها هذه راه باقت معايا، كانت بنتها دير مينا شتم، راه كل شيء عائله وحده كل شيء مباركشين وكل شيء كاين على الفلوس. على هي قد نمشي كي ندخل تولد تما في داك السبيطار بشحال في الليل، هذا داك نيني كبير راه ولد واحد ولا بناتو ملي شافوها غادي تهرب بين بعيد ولا بناتو داو السبيطار اخر بدو بقاو يوكلو فيها وداو لها الفيسه وداو لها الحوايج وداو ساوها وصبطوها. ايوا تا توقدت شويه وجات العبديه داتها، جات العبديه داتها قالت لها كوايا غبرتيني صافي بالركوع عاشي شويه وما جريو على هي فاش خاضت هذا الراجل اسمه الحسن وولدت معاه عمر، هذا راه ولده معاه ثلاثه الاول عمر ما فايتينش فيها ثلاثه الرجاله فايتي فيها جوج عاه هذاك الاول وهذا وحمد شداتو فاطمه ضرتها كبراتو وكاع الورث ديالها كتبات ليها دخلاتو مع ولادها في الورث. سمعتيني هادي فاطمة هي مرت هي ضرتهم كبراتو ضرتها أحمد، أحمد إلا حطيتيه مع هادوك الدريات ما تقوليش بحالهم. ونسولو حسن الدكاني اللي مشى يشري الطوموبيل ديال خالد الله يرحمه ولد الرئيس والفاطمة اللي كيقولوا خو الدريات مات في البحر في بورزنايطة، هو مشى حسن الدكاني مشى يشري الطوموبيل وما تفاهموش عليها وما تلاش شراها في راسو هاد القصايص كاملة. يقول لحسن الدكاني راه واخد هذا هو ساكن في خليبكا كان كيدير دوك المدرسة ديال الداكسيلو ديال بكري داك ديال الطق كان غادي يشري الطوموبيل ديال خالد وتا خالد غير مربي راه مات في البحر ديال بوزنيقة الله اعلم يا ربي تغفر ليا وتسمح ليا. وهذا هو الكلام اللي نقول لك حقيقة راه هي هادي وهما هادوك الدريات راه المدرسة في الحي الحسني حيت كانوا تما سكنوا في الولفة الحي الحسني راه كانوا يقراو فيها راه تانا دوز التعليم تما في الحي الحسني هذا صيفطوا لي لاكالير راه كيقراو تما كانوا يقراو تما. انا تنقول لك هادشي راه راجل بعقلي راه قريب من الانترنت ان شاء الله رانا عندي 58 عام راه نكذبش عليك ماشي نكذب ونصلي